شو الشافي هاي؟ والله العظيم يا رجل أطاط ما بتسكن هون. أطاط؟ بقول لك لا. لك بشرفك بشرفك. مو عيب على الدولة تعمل فينا هيك. إنه بيطلعونا من الحارة قد الهدوء. شو عملوا محل الحارة؟ دشان؟ قول له ساتر ترابي على أساس بدهم يحاربوا. طلعونا من الحارة لحتى يعملوا شارع؟ يعني إنه الشارع ما عاد يصير إلا محل حارتنا؟ يعني شو بس؟ ولك يا رجل أنا والله بالجبهة حيط ما كنت قبل هدوا بهدوا الحارة بكاملها؟ مش شو أنت فهمني؟ فهمني وين البطولة؟ لك فهمني شو بقى أبو زين مع الأساس أنت بياع فلافل وبتفهم فهمني؟ أبو حسام الله يستر عرضك، أنا شيلني من تنهيراتك. ليش تنهيراتي؟ ليش أنت ما بتفهم؟ لا أخي ما بفهم. عيب يا زلمة. استاذة مرتك فضحتها. أبو حسام أنا مرتي فضحتني؟ لك إيش وسي؟ كان صوته يوصل لنص الحارة. وقت تبع 6%. بس لا تزعل مني، أنت لا تزعل مني. لأنه الحق عليه، المرأة بدها حدا يعبي عينها. وأنت بصراحة جعجعة على الفاضي. أبو حسام أنا ببيتك لطلع الخلقي. هلا ليش بتزعلوا من الحق؟ أنت بشرفك لا تستحي قلي ليش بتزعلوا من الحق؟ هلا بالبيت مين الرجال أنت ولا مرتك؟ إيه مرتك؟ إيه والله لو صوتك بيصل لسابع سما ما بتقنعني إنه أنت رجال البيت. الله يرحمك يا حسام. غدارة هالدنيا والله. الله يرحمه. كسر لي عمري. بدك طول بالك عمي حسام. ما شاء الله عليك بعدك شباب. وين الشباب؟ ريتني بدي تعلم بيه هو. أنا حاطة بين إجباني وعرق أخضر على الجيش ما راح. هلا رجعنا لسيرة الجيش. وأنت بشو زعجك الجيش؟ داس على ذنبك شي؟ ولا لأنك خدمت برتبة عريف؟ الله عليك يا عمي وسام. Ha, 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 ha.